بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي المحترم الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة، راعي الحفل، أصحاب السعادة المحترمون الأفاضل، رؤساء وموظفو القطاعين العام والخاص المحترمون، عملاءنا الأعزاء، الحضور الكريم. تعد مجموعة البادي إحدى أبرز المجموعات الناجحة في السلطنة، حيث تتكون من عدة شركات تعمل في مجالات متنوعة، منها المقاولات، التصنيع، البناء، التجارة، الصناعة، الإعلان والسياحة. ومما تتميز به هذه الشركات بأنها تكمل بعضها البعض، كما أنها تقدم الكثير من الخدمات والبضائع إلى السوق العماني، مما يجعل المجموعة أحد اللاعبين الرئيسيين في السلطنة. كما أننا نفخر بأن كل هذه المنجزات تمت على أيدي إدارة وموظفين عمانيين وفي كل المجالات، فالمجموعة تقوم بجهد كبير بتدريب وتأهيل الكادر العماني ليقوم بكل أعمال المجموعة، وخصوصا الإدارية منها. ولذا وفي السنوات القليلة الماضية فقد تم تعمين أكثر الإدارات، بحيث وصلت نسبة التعمين في بعضها إلى 100%. حضورنا الكريم، إنما تؤمن به المجموعة أيضا بأن المسؤولية المجتمعية هي واجب وطني يجب أن يولى جل الاهتمام، فالمجموعة تساهم وتنظم عددا كبير من الفعاليات والأنشطة بمختلف أنواعها الثقافية والاجتماعية والتراثية والرياضية، والتي من أهمها الزواج الجماعي السنوي ومهرجان الإبل ومسابقة الرماية وكأس المجموعة للفرق الرياضية ومسابقة المعلمين الرياضيين والمسابقات الدينية والثقافية وغيرها من المساهمات الأخرى. حضورنا الكريم، إن الهدف الرئيسي للمجموعة هو خدمة المجتمع العماني بما تقدمه من منتجات وخدمات جنبا إلى جنب لتحقيق النجاح المثمر. فقد جاءت فكرة إضافة شركة البادي للمعدات والشاحنات للمجموعة، وهي الوكالة المعتمدة والوكيل التجاري لشركة ساني الدولية للتنمية المحدودة، حيث جاء اختيار هذه العلامة التجارية ساني لعدة أسباب، منها أولاً الثقة الكبيرة لدينا في المنتجات والصناعات الصينية التي أصبحت تغزو العالم لتغيير الثقافة بأن هناك صناعات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة. ثانياً، حاجة السوق المحلي لمثل هذه الآلات الثقيلة في ظل التطور الدائم والمستمر الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الواعدة. ثالثاً، الدراسة العميقة لجودة المنتج وقدرته على تحمل العمل في مختلف البيئات والتضاريس التي تتميز بها السلطنة. وإن هذه الدراسات والتجارب كانت بدايتها عام 2007 واستمرت حتى توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2017، حيث قامت المجموعة بشراء بعض المعدات في عام 2007 والعمل بها في بيئات مختلفة من السلطنة من خلال المشاريع التي تقوم شركات المجموعة بتنفيذها. رابعاً، قدرة شركة ساني على تصنيع العديد من الآلات المختلفة، حيث أنها تقوم بتصنيع ما يزيد عن 200 نوع مختلف من هذه المعدات، منها آلات تسوية الأرض وآلات الخرسانة الجاهزة والآلات الحربية والآلات الخاصة بالموانئ والمحاجر،
ومعدات توليد الطاقة. خامساً، خلق التنافسية وإتاحة الخيارات المختلفة للعملاء لاختيار المنتجات ذات الجودة العالية وبأفضل الأسعار. كما أن شركة البادي للمعدات والشاحنات يمكنها تلبية جميع متطلبات عملائها الكرام، بما في ذلك خدمة ما بعد البيع، الصيانة الوقائية، وتوفير قطع الغيار، التدريب وتقديم الاستشارات الفنية. حضورنا الكريم، وإنه لمن دواعي سرورنا أن أولى صفقات البيع لهذا المنتج تمت مع أبرز الشركات الرائدة في السلطنة، منها شركة الراجحي للخرسانات الجاهزة، وشركة مسقط ريديمكس، وشركة اللوتس للإنشاءات والاستثمار العقاري، وشركة الفواح العالمية، وشركة عمان شابورجي، وشركة البادي للمنتجات الإسمنتية، وهي شركة شقيقة لنا. ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لهم على دعمهم ودورهم المبذول في إنجاح شركة البادي للمعدات والشاحنات. ختاماً، نتقدم نحن موظفو شركة البادي للمعدات والشاحنات بجزيل الشكر والعرفان والثناء الجزيل إلى مجلس إدارة مجموعة البادي للاستثمار لدعمهم اللامحدود وتمكينهم القيادات العمانية من أخذ دورها وإبراز قدراتهم، وعلى رأسهم الشيخ علي بن عبد الله البادي رئيس مجلس إدارة المجموعة. كذلك نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفريق الدعم المتواجد معنا من مجموعة ساني على دعمهم لنا وتزويدهم بجميع المعلومات وإرضاء جميع العملاء، متمنين للجميع كل النجاح والتوفيق في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمن عليه بدوام الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.